وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في مطلع هذا الأسبوع المليء بالسعادة. صباح نتمناه أن يكون مليئا بالصحة والسعادة والتفاؤل والإنجازات في هذا اليوم الذي يصادف يوم السعادة العالمي. 20 مارس يحتفل العالم بيوم السعادة من كل عام، فكل عام والجميع في صحة وسعادة وطمأنينة، وندعو الله يعني أن يحفظ هذا البلد ويحفظ أهل هذا البلد، وأن يزيدنا من نعمه. ودائما ما نقول على هذه النعم: اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة. أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم الهيئة ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها. نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي، وتحيات مخرجنا اليوم الأستاذ عيسى سبيل. طبعا مثل ما أنتم متعودين مستمعينا، في كل يوم أحد صباح كل يوم أحد يعني يصدر مع صحيفة البيان ملحق البيان الصحي، هذا الذي كان نتاج ثمرة تعاون وثيق بين هيئة الصحة بدبي وصحيفة البيان، فيها مجموعة كبيرة من الأخبار. اللي حاب يطلع عليها ممكن أن ياخذ صحيفة البيان وبيشوف الملحق موجود، أو يزور موقع البيان .ae، في هناك الأيقونة الخاصة بالبيان الصحي. عموما نأخذ مجموعة من الأخبار اللي واردة في هذا الملحق. خبر يقول: زيادة في عدد العيادات للتغلب على مشكلة المواعيد. تولي هيئة الصحة في دبي جل اهتمامها لنظام المواعيد في المستشفيات ولاتصالها بحياة المرضى وحاجتهم للعلاج في الوقت المناسب، وتعمل الهيئة جاهدة لإنهاء هذه المشكلة، وبدأت بالفعل في زيادة عدد العيادات الخارجية لضمان استقبال أكبر عدد من المرضى، وحددت آليات وإجراءات مطورة واضحة لتسجيل المواعيد وتسجيل اعتذارات المرضى أو طلباتهم بتغيير المواعيد. وراعت الهيئة أقصى درجات المرونة في التعامل مع الاعتذارات وتغيير المواعيد بالتوازن مع تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الأطباء والطواقم التمريضية والفنية المساعدة، وتعمل على تحسين نظام المواعيد وتطويره أولا بأول، بحيث يكون هنالك تصنيف للحالات، بحيث تعطى الأولوية للحالات الطارئة والعاجلة ثم الحالات الأقل. وتقوم الهيئة بإرسال رسائل نصية للهواتف المتحركة التابعة للمرضى للتذكير بالموعد مرات عدة، وكذلك وجود مركز للاتصال الموحد وتطبيقات ذكية مختصة. أيضا خبر آخر يقول: علامة حمراء للمخالفين للإجازات المرضية. في يعني
في طيات هذا الخبر قال الدكتور عاطف عبد اللطيف صالح رئيس اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي إن اللجنة لا تتردد في وضع علامات حمراء أو علامة حمراء على أي منشأة طبية أو طبيب تتكرر إجازاته المرضية المشكوك فيها للموظفين، ومن ثم اتخاذ اللازم وفقا للضوابط والنظم المعمول بها. وذكر الدكتور عبد اللطيف في حواره مع البيان أن اللجنة الطبية العامة هي المسؤولة عن منح الإجازات المرضية لأكثر من 60,000 موظف وموظفة في دبي، وأن جميع قراراتها في هذا الشأن مسندة إلى القانون الذي يحمي القرارات ويصون حقوق الموظفين. أيضا هنالك خبر يقول 360 مليون حول العالم يعانون من فقدان السمع. تعاني نسبة تتجاوز 5% من سكان العالم، أي ما يعادل قرابة 360 مليون شخص، من فقدان السمع المسبب للعجز. ويشير فقدان السمع المسبب للعجز إلى فقدان السمع الذي يتجاوز 40 ديسيبل في الأذن الأفضل سمعا بالنسبة للبالغين، وفقدان السمع الذي يتجاوز 30 ديسيبل في الأذن الأفضل سمعا بالنسبة للأطفال. ويعيش أغلب هؤلاء الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ويعاني نحو ثلث الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من فقدان السمع المسبب للعجز، ويبلغ الانتشار في هذه الفئة العمرية ذروته في جنوب آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء، وفقا لتقديرات أخيرة لمنظمة الصحة العالمية. أيضا من بين الأخبار اللي يعني الواحد يحاول أن يقولها على أساس أن في هذا اليوم السعيد نتجنب الغضب، وإن شاء الله حياتنا كلها تكون يعني قدر الإمكان يعني مبرمجة بشكل جيد، بعيد عن الغضب، بعيد عن أي موضوع سلبي ممكن الواحد يعني يأثر عليه بشكل أو بآخر. يقول الخبر: الغضب يقتل الذاكرة. يؤكد العلماء أن المراهقين المتسمين بالعدوانية والعصبية والغضب يتعرضون لمشاكل الذاكرة أكثر من تعرض الشباب الهادئين لها، فقد أجرى العلماء الأمريكيون دراسة شملت مجموعة من المراهقين، حللوا عبرها خصائص النزعة العدوانية في سن المراهقة وانعكاساتها على حالة الإنسان الصحية المستقبلية. وخلص العلماء إلى أن الشباب العصبيين يعانون أكثر من المشاكل المرتبطة بالذاكرة أو من اختلالات نفسية عامة. وأشار العلماء إلى أن عجز الشاب عن السيطرة على سلوكه العدواني يؤدي إلى تدهور صحته بعد مرور بضعة عقود من السنين. أيضا يا جماعة الخير في خبر ثاني يقول عدسة ب$6,000 تحل مشاكل الرؤية. عدسة طبية مصنوعة من نوع فريد من البلاستيك، تعمل بآلية شبيهة بزوم الكاميرا الحديثة، ويبلغ سعرها نحو $6,000 للعين الواحدة. هي الاختراع الجديد الذي يعالج كل مشاكل البصر عند المسنين، حيث يتم استبدال عدسة العين الطبيعية بالعدسة الجديدة من خلال عملية جراحية سهلة وصغيرة. تقدم هذه العدسة علاجا غير مسبوق لمشاكل البصر التي تصيب غالبية البشر مع تقدم في السن كمد البصر، وهو ما يعرف بعدم القدرة على رؤية الأشياء القريبة بوضوح، وقصر النظر والماء الأبيض، وهو مرض شائع يسبب ضعف النظر ويصيب عدسة العين ويفقدها شفافيتها. طيب
تقدم هذه العدسة علاج غير مسبوق لمشاكل البصر التي تصيب غالبية البشر مع التقدم في السن كمد البصر، وهو ما يعرف بعدم القدرة على رؤية الأشياء القريبة بوضوح وقصر النظر والماء الأبيض، وهو مرض شائع يسبب ضعف النظر ويصيب عدسة العين ويفقدها شفافيتها وغيرها من المشاكل البصرية التي تبدأ عادة مع العقد الرابع من العمر. يعني الفكرة تماما أن باكر العدسات هذه ممكن تسوي لك زومن كأنك أنت تطالع كاميرا. علم، العلم يتطور و يعني هنالك الكثير من الحلول اللي حقيقة نتمنى أنها تواكب كل الحلول اللي ممكن الواحد يتطرق لها في المنظومة الصحية. في عنا اتصال من مستمع معانا ضاحي. ألو، يا هلا، مرحبا، يعطيك العافية. يعطيك العافية، تفضل يا ضاحي. أول شيء أنا بس يعني تليفوني هو مو يعني هو بس تحسين مستشفى دبي. نحن الصراحة كان عندي شغيل جاء هارد أتاك، فأسعف حاله على الإمرجنسي تبع مستشفى دبي وحولوه على الآي سي يو. طبعا رحنا المستشفى ودفعنا الديبوزيت وعملوا له قسطرة قلبية وطلع عنده شريانين مسدودين. بعد ما خلصنا نحن طلبنا بس ميديكال ريبورت للريال، لأنه هو عطوه 3 أسابيع أنه بنروحه الهند حتى يريح شوي مع عائلته. بس الفكرة هي نحن للحين هو طلع من 8 شهر من المستشفى، للحين ما وصلنا الميديكال ريبورت. يعني نحن الريال ناطرين بس يطلع معه الميديكال ريبورت لنروحه الهند حتى يرتاح مع أهله. والمشكلة أنه نحن ما قدرنا نحصل الميديكال ريبورت لأنه قالوا لي أنت شو بتقربه؟ قلت له أنا البوس تبعه. قال لا، بدنا حدا من عائلته. قلنا له عائلته بالهند، ما عطوني ولا خلوني وقع على ورقة حتى طلعت جبته من الاي سي يو حتى شافوا الريال بعيون انه هو هذا اللي طالب الميديكال ريبورت. طيب الريال عامل قسطرة قلبية وهو بحاجة راحة. نزلنا تحت مطرونا ساعة وربع لبين ما خلونا نوقع الوراق، وبعدين شلينا البيت وهو الريال هلا في البيت ومريح. ناطرين الميديكال ريبورت من 10 أيام طويل العمر. نحن بس بدنا مستشفى دبي تكون اسم على مسمى. نحن دبي، أنا صار لي من 1990 في دبي. نعم. يعني أي مستشفى تاني نحن خلال يومين بيكون الميديكال ريبورت طالع. بيروح الهند الريال خليه ياخذ معه الميديكال ريبورت، ياخذ معه السي دي، حبي يراجع دكتور في الهند ما يرجع يتكلف نفس ال يعني نحن تكلفنا وخلصنا ما هو يتكلف بالهند. جميل، واضح. ضاحي، يعني عادة أنا اللي أنا عارفة التقارير الطبية يعني تعطى للأشخاص اللي هم من ذوي القربة اللي يخضعون للدرجة الأولى أعتقد في هذا المجال. الآن اللي حدث هذه حالة شوية ممكن قد تكون يعني نادرة أو يمكن صارت بشكل يعني مش عارف أنا شو تفاصيل الموضوع. نحن راح نحول هذه المكالمة إلى المعنيين في مستشفى دبي، ومثل ما تفضلت يعني أنا معاك تماما أن على الأقل أن الجماعة يأخذون الحالة مثل ما هي ويحاولون أن يساعدونكم في هذا المجال. الآن أنت طلبك التقرير الطبي، صار لك 10 أيام تنتظره وحتى الآن ما صدر. نعم، أنا طيب. من دخل الريال 5 شهر 8 شهر خرجناه، ممتاز، نزلناه على الريسبشن. للحين قالوا لي 2-3-4 working days، للحين أنا ما استلمت ميديكال ريبورت، ممتاز، ناخذ الميديكال ليمشي الريال، ممتاز عادي. الآن بيتصلون فيك الإخوان تحت الكنترول، بياخذون كل المعلومات، اسم الرجل وطريقة التواصل معك وكذا، وأيضا رقم المريض إذا كان هنالك رقم صحي عنده، فبياخذون كل المعلومات هذه وبيراجعون الموضوع وإن شاء الله بيردون عليك خبر اليوم. شكرا لك يا ضاحي. أخ محمد، نحن بس هي الشكوى، هي بتعرف الشكوى لله. هذا البرنامج لكم ضاحي. المستشفى بس.
ضاحي، هذا البرنامج لكم تماما، هذا البرنامج مثل هذه المواضيع نحن بالعكس تساهم في تطوير الخدمة، تساهم في إعطاء الصورة الحقيقية للخدمات التي تقدم في هيئة الصحة بدبي. هنالك دائما يعني ما تحدث بعض الحالات، من الجيد أن نحن نطلع عليها، من الجيد أن نحن نتعرف عليها، من الجيد أن نحاول نطور في مثل هذه الخدمات. فنحن شاكرين لك هذا الاتصال، وشاكرين لك هذه المداخلة، وشاكرين لك سعيك لتحسين الخدمات التي تقدم في إمارة دبي، وأيضا هذه ما تنبع إلا من خلال ثقتكم في المعطيات اللي تقدم من خلال الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة. شكرا جزيلا لك يا ضاحي. نحن الكومبلين هو بس غيرتنا على البلد لا أكثر، نحن أكلين خبز وملح بهالبلد، وهي ماني علينا جدا هالبلد. نحن من سنة 1990 موجودين. أنا خلك سعيد يا ضاحي، اليوم يوم السعادة العالمي، فلا تحات إن شاء الله يطول بعمر شيوخنا ويعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك يا ضاحي. عموما مستمعينا، الآن معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة ومدير العام لهيئة الصحة بدبي يتفقد معرض المختبرات، يرافقه سعادة هلال المري، وفي هذا الأثناء كذلك معاليه يؤكد أن دبي أصبحت الوجهة المفضلة لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض. عموما مستمعينا، نحن ما نطلع فاصل وما نرجع لكم، فابقوا معنا، عندنا العديد من المواضيع فلا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي يأتي في هذا اليوم المميز، هذا اليوم الذي يشارك فيه شعب الإمارات اليوم شعوب العالم في احتفالاتها بيوم السعادة العالمي، والذي يصادف 20 من شهر مارس من كل عام. طبعا تحرص قيادة دولتنا الرشيدة على جعل المواطن محور أساسي في سياساتها وخططها، والعمل على إسعاده وتحقيق استقراره ورفاهيته بشتى الطرق. وعندما تؤكد المؤسسات الدولية المعنية بالتنمية البشرية في رصد مؤشرات الرضا والسعادة بين شعوب العالم أن مواطني دولة الإمارات هم أسعد شعب، فإن هذا لا يأتي من فراغ، وإنما من معطيات حقيقية تتصل بحياة المواطن الإماراتي، وتستهدف يعني تحقيق الاستقرار والرفاهية له، وذلك من خلال سلسلة لا تتوقف من المبادرات والخطط والاستراتيجيات التي تجعل المواطن محور أساسي لها. تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير السعادة العالمي الأخير، تصدرت العالم العربي في ترتيب السعادة فيما احتلت المركز 28 عالميا. يهدف البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية إلى مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها وتشريعاتها لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، إضافة إلى تحفيز الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق وتبني المبادرات والمشاريع والسياسات لتحقيق السعادة والإيجابية في المجتمع، بجانب تطوير مؤشرات قياس مستوى السعادة في الجهات الحكومية. في هذا الإطار تحتفي هيئة الصحة بدبي بهذا اليوم بطريقة نوعية تركز فيها على العديد من المبادرات اللي نحن منتطرق لها من خلال هذه الحلقة، لكن أول مبادرة نحن راح نتوجه إلى مستشفى لطيفة، مستشفى لطيفة اللي يحمل في طياته يعني كمية كبيرة من السعادة، فما أعظم هذه السعادة التي ترتسم على وجه الأم التي تلد طفلها في هذا المجتمع السعيد، ما أعظم السعادة التي ترتسم على في قلب الأب الذي يستقبل هذا المولود الذي هو من صلبه. فأعتقد هذه من قمة الأمور اللي تخلي الواحد سعيد جدا. فعشان شي نحن ما نطرق للفعاليات الموجودة في مستشفى لطيفة مع الأستاذة فاطمة بوهناد. فاطمة قولي لي إذا البوزيشن صح ولا غلط، فاطمة المدير الشؤون الإدارية بمستشفى لطيفة صح؟
يا مرحبا أخ محمود. فاطمة بوهناد، مدير الشؤون الإدارية والمالية مستشفى لطيفة. حياك الله معانا يا فاطمة. خبرينا اليوم أنتو سعادة على الجميع إن شاء الله، ويجعل يومكم سعيد إن شاء الله. آمين يا رب. قولي لنا شو عندكم اليوم يا فاطمة. أخ محمود، نحن طبعا مستشفى لطيفة بهيئة الصحة نشارك شعب الإمارات وشعوب العالم الاحتفال بيوم السعادة، واللي يصادف 20 مارس اللي هو اليوم، وذلك من خلال طبعا لا يخفى على قيادتنا مثل ما قلت قبل شوية أن دولة الإمارات تحرص كل الحرص على جعل المواطن سعيد. وباعتبار مستشفى لطيفة مستشفى ولادة، فدائما يبث روح السعادة في البداية على الأم والأب وعلى العائلة جميعا. في اليوم سوف يقوم قمنا في البداية بتوزيع الورود البيضاء لكل المراجعين وحتى الموظفين، من خلال توزيع يعني وزعنا عليهم هذه الورود لنبث لهم في الصباح الباكر روح السعادة. والله هذه الورود نحن حصلناها على مكاتبنا كلنا، تصور يعني تم توزيع هذه الورود على موظفي هيئة الصحة كلهم، بتوزيعها على المراجعين في المستشفى وعلى الأمهات والأطفال كذلك. وكذلك سوف يقوم وفد من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سعادة عاشر سويدي المدير التنفيذي لقطاع السياسات، وليلى سويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج، بتوزيع كذلك ورود أخرى لبث الروح الثانية لهيئة السعادة للموظفين والمراجعين كذلك. فنحن نشكر الهيئة الاتحادية بهذا الدور الذي سيقومون به لمشاركتنا في ذلك. جميل. وكذلك سنقوم بتوزيع الهدايا على الأمهات والمواليد الجدد بباقة بسلة من الهدايا البسيطة التي تبعث روح السعادة إليهم. جميل. ونتمنى للجميع يوما سعيدا إن شاء الله. نحن نتمنى لهم أيامهم كلها تكون صحة وسعادة يا فاطمة. طبعا طبعا يا أخ محمود، إن شاء الله يجعل أيامنا كلها سعادة في هذه البلد السعيد. الله يسلمك. مشكورة فاطمة، الأستاذة فاطمة بوهناد مدير الشؤون الإدارية والمالية في مستشفى لطيفة. إن شاء الله نحن يعني حقيقة نتمنى لكم التوفيق في مختلف الفعاليات. نحن أيضا مستمعين لنا مداخلة أخرى على مستشفى لطيفة، إذا أسعفنا الوقت ما نتكلم على حملة يقومون فيها هنالك أيضا في هذا اليوم، لكن خلونا نتوجه إلى منطقة أخرى، يعني أيضا من بين الاحتفالات التي تقيمها هيئة الصحة بدبي بهذا اليوم بطريقة نوعية تركز فيها على مشاركة كبار السن في الاحتفالات، لما لهذه الفئة في مجتمعنا من اهتمام بالغ ورعاية متكاملة. يعني كنا عند المواليد، الآن نذهب إلى كبار السن. بتكون معايا أيضا اللي بتنقل لي أجواء الاحتفال بيوم السعادة من مركز ملتقى الأسرة الزميلة أسمى الجناحي. أسمى صباح الخير. صباح النور. هلا أخوي محمود. صباح السعادة. صباح السعادة. أسمى خبريني شو اللي صاير عندكم هناك في مركز ملتقى الأسرة. صراحة الأجواء سعيدة سعيدة، بس نطلع شوي من المكان لأن الحفلة المقابلات وفعاليات خاصة لكبار السن كلهم موجودين الحمد لله وسعيدين. جميل. أسمى خبريني أهم الفعاليات اللي بتصير هناك في 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 ملتقى الأسرة. أخوي محمود أنا معاي هني الدكتورة سلوى، بخليها بعد تتكلم. والله يا ليت. دكتورة سلوى السويدي مدير مركز ملتقى الأسرة. مرحبا دكتورة. ألو. يا هلا دكتورة، تسمعيني ولا تسمعيني من عند أسمى؟ لا أسمعك. أيوة دكتورة، خبرينا على أهم الفعاليات التي تتواجد في ملتقى الأسرة اليوم احتفاء بهذا اليوم السعيد. طبعا مشاركة هيئة الصحة بدبي في فعاليات يوم السعادة تأتي ضمن خطة حكومة دولة الإمارات في تعزيز السعادة والإيجابية. طبعا ارتأت هيئة الصحة بدبي أنها تبدأ فعاليات يوم السعادة العالمي بتكريم وتقدير الرعيل الأول، هم أبائنا وأمهاتنا كبار السن الذين بنوا طبعا بسواعدهم هذه الدولة. كان المفروض أن احنا نقدرهم فعلا في هذا اليوم لأنهم سبب سعادتنا.
طبعا الفعالية عبارة عن تجمع لكبار السن، تبادل الذكريات والأحاديث والمسابقات الشعبية والتراثية، ويأتي هذا الحدث طبعا بمشاركة نور بانك بعد ما قصروا موجودين وموفرين الأكلات الشعبية والهدايا. وطبعا الحدث كله برعاية وإشراف وحضور معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة والمدير العام. سعادة كبار السن طبعا من سعادتنا، هذا شيء طبيعي، وطبعا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحافظ على المركز العالمي، المركز العربي الاول في مؤشرات السعادة حسب مسح منظمة الأمم المتحدة. جميل. دكتورة أبغي، مدام أن نحن نتحدث عن السعادة وطالما أنت معانا على الهواء، أنا أبغي أتطرق إلى بعض الخدمات التي تقدم في ملتقى الأسرة. شو هي الخدمات، أبرز الخدمات التي تقدمونها، وما الذي يميز هذا المركز عن غيره من المراكز، ما بقول المحلية، العالمية؟ أوكي. طبعا مركز ملتقى الأسرة هو مركز رعاية لكبار السن، يقدم خدمة متميزة تشمل الخدمات التمريضية للمرضى المقيمين في المركز، والخدمات إعادة التأهيل والخدمات الاجتماعية للمرضى الخارجيين أو المراجعين الخارجيين. فهذا الشيء المتميز في المركز، أنه مش مركز أو دار عجزة مثل ما بعض الناس يسمونه للأسف، هو مركز يقدم خدمة متكاملة يحمل رؤية تعزيز الشيخوخة النشطة لدى مسني دولة الإمارات العربية المتحدة. هدفنا دمج المسنين بالمجتمع عن طريق أن احنا نحسس المجتمع بأهميتهم، كبار السن نفسهم يحسون بأهميتهم لما يشوفون أنهم الفوكس أو المحور. وهذا هدف الحكومة أيضا، أن المواطن أو أنا بالنسبة لي المسن هو الفوكس، هو محور الخدمات والأنشطة. المتميز طبعا في مركز ملتقى الأسرة أنه يدار من قبل أطباء متخصصين في طب المسنين والشيخوخة، وطاقم طبي متخصص في هذا المجال أيضا. وطبعا الخدمات اللي نقدمها متميزة لدرجة أن احنا مؤخرا حصلنا على مستوى رضا عام يقارب 98% 98% كمستوى رضا عام عن خدمات المركز. وطبعا نحاول على قد ما نقدر أن احنا نقدم الخدمات المتكاملة لكبار السن، ودائما طبعا نحظى بدعم وتقدير ورعاية وسبورت من مدير عام هيئة الصحة ورئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي. طيب دكتورة، أنا من خلال زياراتي لملتقى الأسرة، وانت ذكرت أن شغلة جميلة أن هذا يعني الملتقى سميته ملتقى الأسرة، لأن هنالك التقاء ما بين جميع أفراد الأسرة مع هؤلاء المسنين. لاحظت أنا أيضا هنالك الكثير من اللي من رواد هذا الملتقى هم غير مش من الشواب اللي يتعالجون على قد طبعا من المراجعين والخارجيين. طبعا عندنا عدد كبير من المتطوعين. المركز الحمد لله يحظى بسمعة متميزة وإيجابية واضحة، ممكن الواحد يحس فيهم بمجرد دخوله للمركز والتقاء بكبار السن. انا حتى دائما اسال الناس الزوار اللي يزوروني لاول مره، هل شو كانت فكرتكم عن المركز، خاصه اللي يكونون جايين لاول مره، فيقولوا لي احنا توقعنا نشوف شواب يصيحون لما يجون يدخلون يشوفون شوابنا مبسوطين ويضحكون ومستانسين ويتمسخرون ويتغشمرون وياهم، يحسون فعلا بمدى سعادة هذيل المراجعين. جميل. طبعا السعادة contagious أو معدية مثل ما احنا نقول، فالحمد لله سعادة تنتقل من شخص إلى آخر. صحيح. في هذا المركز والحمد لله. شكرا لك دكتورة سلوى سويدي مدير مركز ملتقى الأسرة، وأيضا شكرا لك أسمى كذلك على تواجدك والنقل الحي لهذه الفعاليات، وأيضا اللي يبغي يتعرف على هذه الفعاليات ممكن من خلال وسائل التواصل الاجتماعي DHA_Dubai على تويتر إنستغرام، وأيضا عن طريق برنامج بريسكوب بالصوت والصورة. عموما قبل أطلع فاصل بس عندي تعليق بسيط يا جماعة، كمية السعادة وكمية الطمأنينة وكمية الراحة اللي ممكن تتولد في داخل هذا في دواخلنا مع أي زيارة لهذا المركز. للأمانة مثل ما تفضلت الدكتورة، هؤلاء كبار السن هذين يزرعون السعادة في داخلك،
ينشرون السعادة، يعدونك بالسعادة، وأيضا أنا جدا حاس بالسعادة بشكل كبير، لأن المخرج يقول لي اطلع فاصل، ذبحني هو يقول لي اطلع فاصل. عموما فاصل ونرجع نكمل معاكم، وخلكم مستانسين وسعيدين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المليئة بالسعادة من برنامج صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. السلام عليكم. شيوخ الإمارات وحكامها وحكومتها جعلت كل يوم في الإمارات هو يوم سعيد، فتحية إجلال وتقدير لهم، ويريتني إماراتي وأرواحنا وعيالنا ودماؤنا وكل نفيس وغال فداء للإمارات. محمود خليل سلام. نحن شاكرين لك يا محمود هذه المشاعر الطيبة. أيضا مستمعينا، نحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن جانب من الجوانب الخاصة بالفعاليات المتواجدة في هيئة الصحة في مستشفى لطيفة. هني اليوم يعني ينظم مستشفى لطيفة فعاليات متنوعة بمناسبة يوم التوعية بمرض انتباذ بطانة الرحم المهاجرة الذي يصادف في شهر مارس من كل عام. للحديث عن هذه الفعاليات يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور غسان لطفي، استشاري جراحة المناظير بمستشفى لطيفة. مرحبا يا دكتور. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، وصباحك سعادة يا دكتور، وياليت تعطينا فكرة عامة عن هذه الفعالية أو الفعاليات المتنوعة اللي تقام بالتوعية بمرض انتباذ بطانة الرحم المهاجرة. أكيد، مستشفى لطيفة هو المستشفى الرائد في دولة الإمارات اللي بدأ وأعلن عن تأسيس عيادة خاصة لهذا المرض في عام 2012. فعمليا نحن اليوم إن شاء الله بنحتفل في الذكرى الثالثة لتأسيس العيادة، وفي نفس الوقت مرض انتباذ البطانة الهاجرة ويحتفل فيه عالميا كشهر توعية في شهر هذا الشهر شهر آذار. وبدأت الحملة البارحة في الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مسيرة عالمية بدأت في 19 مارس في سان فرانسيسكو ونيويورك وتستمر اليوم. فاليوم مستشفى لطيفة والفخر يعود لهيئة الصحة ولمستشفانا بتنظيم جوال متناسق مع هذه المسيرة العالمية بيوم التوعية حول مرض انتباذ البطانة. والمرض مرة تانية بذكر بأنه مرض مزمن حميد يصيب المرأة في عمر الخصوبة، أي في العمر التي تبدأ في الوظيفة التناسلية من عمر 12 لا عمر 50-52 سنة. ففي هذه المرحلة ومع وجود الدار وإفراز الهرمونات النسائية يتحكم هذا المرض العضال بالجهاز التناسلي ويسبب آلام مبرحة وقد يؤدي إلى عقم نسائي. نعم دكتور، أهمية وأهداف وجود مثل هذه الحملات أيضا كذلك إذا ما بنتكلم عن هذا المرض بشكل عام، شو ممكن نبسطه للمستمعين؟ صح، المرض غير معروف من حيث الاسم، يعني مرض انتباذ البطانة أو الاندوميتريوزيس قد يكون شيء غريب بالنسبة للإنسان أو المرأة العادية، ولكن أعراضه كتير يعني وايد معروفة ومنتشرة، واللي هي آلام الدورة والعقم. وبالتالي الإمرأة التي تبدأ بأن تشعر بآلام مغص دورة مزمنة متكررة وليس فقط يعني مرة واحدة أو مرتين في السنة، التي يصيبها هذه الآلام بشكل متكرر وتؤدي إلى غيابها عن المدرسة، غيابها عن العمل،
عدم إمكانيتها المشاركة في الحياة العائلية، رعاية أطفالها، وهذا المرض يصيب النساء المتزوجات بنفس الطريقة التي يصيب فيها النساء الفتيات الغير متزوجات. بالإضافة إذا كان في صعوبة في الحمل في الفترة اللي تحاول فيها الأمرأة أن تحمل، هذا ممكن أن يؤدي إلى شك بوجود هذا المرض. فبالتالي المهم في الموضوع هو طبعا الوعي، إدراك المرأة بأنه الألم شيء غير طبيعي. يعني هذه باختصار الأعراض كلها دكتور لداء انتباذ البطانة؟ لا، يوجد أعراض أخرى طبعا اللي هي التعب والإرهاق المزمن، اللوعة والاستفراغ في وقت الدورة، الحركان في وقت در البول، الآلام المغص اللي ممكن تتراوح بأثناء الدورة أو حتى ما بين الدورة اللي تؤدي لمغص معوي أو مغص يسحب إلى يعني يستمر إلى الرجل والفخذ وإلى آخره. هذه كلها أعراض المرض. دكتور خليك معايا على الخط، أنا لأن عندي مداخلة من أحد المستمعين، ما أدري إذا كان تحول هذا الموضوع ولا موضوع آخر، بس خلنا ناخذ هذه المداخلة دكتور وبرجع لك. ألو. ألو، السلام عليكم. السلام، يا هلا، من معاي؟ هلا استاذ محمود، معك علي محمد. هلا علي، هلا اخوي علي، تفضل. اخوي انا في المستشفى راجل، دشيت من ليله الاربعاء. نعم. وصار لي لين اليوم لا ما اعرف السبب، يعني ما في اي نتيجه. سويت بريسكوب، سويت عمليه، سويت هذا، كل واحد يقول لي شيء. فانا ما اعرف للحين، فطلبت استشاري، ما اعرف، ما في اي استشاري، ما في اي شيء. انت اي قسم لي؟ في اي قسم؟ القسم 9. قسم 9. طيب علي، انا بكلمهم في المستشفى، بس ابغي اعرف تفاصيل الحاله كلها، شو الموضوع وشو اللي تشتكي منه. بس انا اللي فهمت انه الان انت لين الحين الاطباء ما عرفوا او ما قالوا لك انت شو فيك بالضبط. 8 دكاتره مروا علي من الطوارئ لين الحين، 4 ايام ما في اي نتيجه. طيب الآن اللي تطلبه علي شو بالضبط؟ ولا أبا استشاري. استشاري إن شاء الله بيمرونك. حاضر، تسلم، يعطيك العافية. تامر يا علي، شكرا. أوكي دكتور، أرجع لك، سامحني أنا بس قاطعتك على هذه المداخلة. دكتور غسان لطفي، استشاري جراحة المناظير بمستشفى اللطيفة. الدكتور كنا نتحدث عن أعراض الخاصة بانتباذ بطانة الرحم، وأيضا ذكرنا بعض المسببات الخاصة بانتباذ بطانة الرحم. الآن إذا ما بتكلم عن تشخيص داء انتباذ بطانة الرحم المهاجرة، يعني الاسم دكتور يعني يعطيني، ما أدري ليش يعطيني شوية بس كأني في ديسكفري شانل ولا الاسم في العربي بالفعل معبر أكثر من في الإنجليزي، لأنه الاسم في الإنجليزي endometriosis هو تكوين لاتيني وليس اللغة الإنجليزية الحقيقية. صحيح. فمرض انتباذ البطانة الهاجرة يعني في العربي، وسبحان الله الفصاحة فيه تعبر بشكل بليغ أكثر، لأنه بالفعل المرض هو هجرة لبطانة الرحم المفروض أن يعني تخرج مع الدورة الشهرية، مع العادة الشهرية، مع النزيف الدوري اللي بيصير عند الامرأة. فاللي يحصل أن تهاجر عكسيا عن طريق القنوات الفالوبية وعن طريق الدم إلى الحوض وأعضاء أخرى في جسم الامرأة، وبالتالي انتباذ البطانة الهاجرة يعني خروج البطانة عن مركزها موضعها الطبيعي بشكل حمم بركانية إلى أعضاء نسيجية أخرى، فتسبب تقرح وتسبب درن وتسبب حروق. وبالتالي المرض يعرف، يعني التعريف نتاعه عن طريق WHO منظمة الصحة العالمية بأنه مرض مزمن التهابي. فبالتالي الإمرأة الآلام التي تحس فيها هي نتيجة الحرق، نتيجة الندب الذي تسببه الدورة الشهرية في أثناء الدورة، وبالتالي تدريجيا يتحول هذا إلى نوع من الندب أو الالتصاقات. وإذا لا يتم علاجه، وللأسف وجوابا على سؤالك، لا يوجد فحص دم أو فحص non-invasive، يعني فحص عادي ممكن نقول عن طريقه مثل السكري أو مثل الضغط إنه الامرأة عندها المرض ولا لا لحد الآن. فالطريقة الوحيدة لمعرفة هذا المرض طبعا عن طريق بعض تصوير الأشعة وتصوير الرنيني، ولكن عن طريق عمليات المنظار.
يعني بمعنى تاني انه نضطر انه نساوي عملية نظار لحتى نشوف الضرر الحاصل في الحوض النسوي وبالتالي علاجه عن طريق الجراحة ولاحقا عن طريق الهرمونات والعلاج الطبي. دكتور يعني انا من 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 حكم الثقافة الطبية اللي تكونت عندي يعني من خلال عملي في هيئة الصحة وايضا يمكن اثناء حديثك انا ما ادري اذا انت ذكرت هذا الشيء ولا لا لاني كنت شوي متواصل مع الكنترول، يا ترى هل يتوفر اي علاج لهذا الداء؟ على حد علمي ما يتوفر، ولكن ما أدري الآن أنتم عندكم عيادة في مستشفى لطيفة، شو اللي تسوون فيها في هذه العيادة إذا كانت هنالك علاجات معينة لهذا الداء؟ نتمنى تقول لنا إياها، إذا ما كانت موجودة أبغى أعرف شو اللي تسوونه بالضبط في هذه العيادة، شو الخدمات اللي تقدمونها؟ سؤال ممتاز، لأنه في الواقع لا يوجد علاج شافي للمرض، يعني مثل السكري، لا يوجد علاج شافي، يوجد علاجات تمنع المرض من استفحاله وتأثيره لاحقا على صحة المرأة وسعادتها وإمكانيتها أن تمارس حياتها بشكل طبيعي. شو دور مركزنا؟ السؤال يعني بالغ في الأهمية، لأنه للأسف ولأن المرض غير معروف بشكل واضح يتم يا إمها تدريج الأعراض يعني تخفيف من أهميتها، بحيث أنه المرأة عندما يعني تستهدف المساعدة الطبية بتكون يعني الضرر اللي حاصل صار وايد وبليغ، بحيث انه العلاج الجراحي حتى لا يمكن ان يساعدها. وفي حالات تانية تكون المرأة بسبب الاعراض انتاعتها مرت بعمليات متكررة وصولا ل 19 عملية، يعني هذا الحد الاقصى اللي مرق علينا من مرضى يمرقون بثلاث وسبع وتسع عمليات ولا يتم العلاج الكامل. فنحن مركزنا بشكل أساسي يهدف إلى التوعية، يعني توعية الإمرأة لاستدراك نوعية الأعراض المبكرة، ولاحقا الفحص، يعني الفحص عن طريق السونار، عن طريق الرنيني، عن طريق الفحص الكلينيكي يعني السريري، لتحديد في حال أنه كان في أكياس أو كان في ندب واضحة لابد من علاجها، ولاحقا إعطاء علاج طبي أو إعطاء العلاج الجراحي الكافي. يعني إحنا منقول أنه مرض انتباه البطانة يجب علاجته بعملية جراحية واحدة فقط، ولا يجب يعني أن تتكرر العمليات الجراحية، لأنه هذا ممكن أنه يؤدي إلى أضرار بليغة في جسم الامرأة ويحرمها من طبعا إمكانية الحمل الطبيعي، وحتى ممكن يؤدي لمضاعفات جدية أكثر في حال أنه المريضة تم علاجها في أماكن غير متخصصة في هذا النوع من المرض. فهذا هو الهدف الأساسي من مركزنا، اللي هو تركيز التشخيص والعلاج لهذا المرض البليغ، وأنا بسميه خطير اجتماعيا، لأنه بالفعل يقضي على النوعية الجيدة من حياة الامرأة في عز عمر، في خصوبة عمرها. طيب دكتور، يعني بطانة الرحم المهاجرة يمكن مرض لا يزال شوية غامض، على الرغم من أن في على حسب الإحصائيات أن في واحدة من بين كل خمسة نساء تصاب به، ما بين عشر نساء، صح؟ طيب الآن أنا اللي أفهم دائما هنالك طرق نحن نتحدث عنها اللي هي خاصة بالوقاية من الأمراض، دائما هنالك الوقاية خير من العلاج. يا ترى ما هي أنسب الطرق، هذا لكل مرض، أنا ما أدري الحين بالنسبة لبطانة الرحم المهاجرة، ما هي أنسب الطرق التي يمكن أن نقي فيها أنفسنا من هذه الأمراض؟ يعني نتحدث عن النساء. صح، الوقاية تكون عن طريق استدراك أعراض الآلام المبكرة عند الفتيات في عمر المدرسة. يعني بالتالي في عنا دراسات شاملة ووافية في جميع أنحاء العالم، وهي تشمل نوع من السيرفيز، يعني الأسئلة استبيانات، يعني أيوان استبيانات، شكرا، اللي عن طريقها
وهذا يعتبر نوع من أنواع سكرينينج، هذا يعتبر نوع من أنواع الاستفسار العلمي عن طريق تحديد أسئلة واضحة تعطى للفتيات في عمر المدارس عن الآلام الدورة، إذا كان في غياب عن المدرسة، الأدوية التي تستعمل، هل موجود هذا المرض في أو هذه الآلام في العائلة وهل مجرة، وبالتالي يتم فرز الفئة التي جميل. تكون مخصصة أو التي عرضة تكون عرضة أكثر كريسك كخطر إن يصير للإصابة بهذه الحالة، وساعتها تعطى علاج هرموني مبكر لقمع عملية الدورة الشهرية في بشكل ممكن تؤدي فيه لضرر ثابت. دكتور أنا الوقت يعني أزف عندي، دكتور غسان لطفي استشاري جراحة المناظير بمستشفى لطيفة، شاكر لك هذه المداخلة، أتمنى لكم التوفيق دائما، شكرا جزيلا دكتور. أيضا مستمعينا نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا على تفاعلكم مع البرنامج، وكل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل، والشكر أيضا لفريق الإعداد والتنسيق بقسم الإعلام في هيئة الصحة بدبي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العالي، ودائما في الختام نقول لكم اليوم نقولكم دمتم بصحة وسعادة، يعني دمتم بصحة وسعادة، وإن شاء الله أيامكم كلها صحة وسعادة. إلى الملتقى في الغد. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.